دار حرم شهر یار حرم تاج دار حرم نوبهار شفاعت سلام مصطفى جان رحمت غوث اعظم امام التقى والنقى جلوه شان قدرت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جس کا سنی مناتے ہیں یوم رضا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سید اعلیٰ حضرت پیدا فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ حبیبی یا رسول اللہ علیک السلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معدر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود والموجود هو سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين مسيرتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جا
جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما صلى الله على محمد آپ تشریف لانا وقت بھی کتنا جگمگا اٹھا زمانہ جگمگا اٹھا زمانہ